أهلا بكم ضمن أخبار الظهيرة. هذه أبرز العناوين. بتطوان لقاء علمي حول أهمية الأغذية العلاجية في العصر الحديث، هدفه نشر الوعي بأهمية الأغذية الصحية كعلاج فعال ومفيد للجسم وبدون أضرار. بمدينة سخيرات حملة للتبرع بالدم بمبادرة من جمعية المجتمع المدني، جهود حثيثة وعمل متواصل لسد الخصاص في هذه المادة الحيوية. بمختلف مناطق المملكة موسم القنص ينطلق اليوم في ظل مجموعة من الإجراءات والتدابير والنموذج من منطقة أحلاف بإقليم بن سليمان. أهلا بكم. نستهل نشرتنا من واشنطن التي احتضنت اللقاء التشاوري الأول في أفق عقد لقاءات تشاورية أخرى في المغرب وأمريكا من أجل إشراك الجميع في تصور وطريقة عمل الغرفة المغربية الأمريكية للتجارة وتشجيع الاستثمار، والذي يهدف البحث عن فرص الاستثمار المتاحة بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين. كما نظم على هامش هذا اللقاء ندوة حول مغاربة أمريكا والاستثمار في المغرب. اللقاء التشاوري شاركت فيه مجموعة من المؤسسات المغربية والاتحاد العام لمقاولة المغرب، بالإضافة إلى جمعيات مغربية وفاعلين من مغاربة أمريكا كالشبكة المغربية للكفاءات بأمريكا. وللإشارة فإن اللقاء التشاوري الثاني سيكون بمدينة أكادير في أفق عقد المؤتمر التأسيسي للغرفة المغربية الأمريكية للتجارة وتشجيع الاستثمار مطلع العام المقبل. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة السيد عبد السلام الإدريسي، عضو شبكة الكفاءات المغربية بالولايات المتحدة الأمريكية. سيدي مرحبا. هذا اللقاء هو الأول من نوعه في أفق تأسيس الغرفة المغربية الأمريكية لتشجيع الاستثمار. ما أهمية إحداث هذه الغرفة وكيف يمكنها تعزيز التعاون الاقتصادي بين الرباط وواشنطن؟ السلام عليكم مشاهدينا الكرام. هذا اللقاء اللي كان البارح وهو لقاء طبعا تشاوري اللي من شأنه باش جاب المغاربة المستثمرين اللي كاينين هنا في أمريكا، وطبعا جاء متابعة الخطاب صاحب الجلالة اللي عطاه في ذكرى الملك والشعب، واللي طبعا تنشكره على ذاك الالتفاتة اللي دارها المغاربة المقيمين بالخارج. طبعا ذاك الخطاب كان موجه لنا، وتنشوفوا بان هذا الدور ديالنا يكون فعال باش نساهموا في الاقتصاد ديال المملكه ديالنا. بغيت نقول لك بان المغرب ديجا كان واحد الارضيه ملائمه بزاف باش تشجع المغاربه المقيمين بامريكا باش يستثمروا في بلادهم، لان شفنا المغرب ما شاء الله القدره التنافسيه ديالو كبيره مع اوروبا. مع رشيد لا شفنا المغرب الاستراتيجيه في كاين المكان ديالو، مثلا افريقيا، اوروبا، الميدل ايست وامريكا، عدد الاتفاقيات اللي كاينين، البنيه التحتيه ديال المغرب، وطبعا اهم حاجه هادشي هو النظام الملكيه ديالنا ما شاء الله عطاتنا واحد الامن والامان في البلاد، وهذه القضيه مهمه بزاف للمستثمر. الور هذا اللقاء هذا اللي هو كيف قلت تشاوري، اللي جمع عديد من المغاربه ومن جهات من المملكه جاوا اللي كانوا مشاركين معنا، والقصد منه واللي غادي يكون تابع لقاءات تشاوريه اخرى ان شاء الله في القريب، اللي نسمعوا من اراء المغاربه باش يمكن لنا ندير واحد الهيكل لهذه الغرفه اللي يمكن لها طبعا تتجاوب مع الاحتياجات ديالهم باش نجلبوهم يديروا الاستثمار في المملكه. وفي ذاك الخطاب ديال صاحب الجلاله طبعا جسد المشاكل ديال هادشي، وكان واحد الرغبه كبيره لا من المغاربه ولا من الحكومه ولا الاطارات كلهم باش يغيروا ويتجاوبوا مع هذا الخطاب ويحلوا هذه المشاكل باش يمكن لنا نزيدوا امن طبعا في الاقتصاد ديالنا. وحنا كمغاربه مقيمين في امريكا ولا في الخارج نحسوا باننا فعالين مهمين في هذه القضيه. طيب سيد الإدريسي، هناك العديد من الفرص المتاحة كما ذكرت والمجالات التي يمكن لمغاربة أمريكا أن يستثمروا فيها. ما هي هذه الفرص المتاحة للاستثمار بين البلدين، وماذا عن إشراك القطاعين العام وكذلك الخاص في هذه الدينامية؟
لا طبعا، كيف قلت سابقا بان الارضيه ما بين المغرب وامريكا تستمتعوا بواحد عدد الاتفاقيات، مثلا عدد الاتفاقيات ما بين المغرب وامريكا كاين، وهذه العلاقات الدبلوماسيه تمشي عبر 200 عام طبعا، وكاين اتفاقيات كبيره ما بين المغرب وامريكا، اللي حنا طبعا خصنا طبعا كمغاربه هنا في امريكا خصنا نكابيتاليزيو عليها. كاين واحد الخزان كبير ديال المغاربه هنا في امريكا اللي باغيين يديروا الاستثمار في بلادهم طبعا، وحنا بغينا نشوفوا هاد الفرصه ولا هاد الغرفه التجاريه اللي والجلب الاستثمار اللي مهم للمغاربه اللي كاينين هنا، باش يمكن لهم يساهموا في تنميه ديال البلاد المملكه والمناطق اللي جاوا منها. وهذا اللقاء هذا بزياده على انه شاهد واحد المشاركه كبيره من الفعالين المغاربه هنا، كذلك مجموعه من المؤسسات المغربيه، مثلا الاتحاد العام لمقاوله المغرب، جمعيه جهات المغرب، جمعيات وفاعلين المغاربه كيف قلنا، شبكه الكفاءات المغربيه الامريكيه، ومشاركه وزير الاستثمار السيد محسن الجازولي الذي اكد على استعداد الحكومه على الاستعداد لتقديم كل المساعدات للمستثمرين استجابا طبعا لخطاب صاحب الجلاله. وكان هناك مشاركه رئيس جهه سوس ماسه ونائب عمده اكادير السيد احمد عزيز خنوش، الذي تحدث عن فرص الاستثمار في اكادير كجهه من الجهات اللي يمكن هذه الجاليه تستثمر فيها. الشكر الكبير تيمشي طبعا للسيد اديب سليكي الرئيس التنفيذي اليوم المغرب بواشنطن، والسيد محمد حجام رئيس شبكه المغربيه الامريكيه، وهذا الشيء طبعا دار بالتنسيق مع القنصليه. اذا الفكره واضحه السيد عبد السلام الادريسي، شكرا. اذكر انكم عضو شبكه الكفاءات المغربيه بالولايات المتحده الامريكيه. شكرا لك. بتطوان احتضن المركز السوسيو ثقافي لمؤسسة محمد السادس بمبادرة من الهيئة العالمية للعلماء والباحثين لقاء علميا حول أهمية الأغذية العلاجية في العصر الحديث، بهدف نشر التوعية بأهمية الأغذية الصحية كعلاج فعال ومفيد للجسم وبدون أضرار. فنا شاكر العلاوي وعبد العالي جنوني. أهمية الأغذية العلاجية في العصر الحديث موضوع هذا اللقاء العلمي المنظم بالمركز السوسيوثقافي لمؤسسة محمد السادس بتطوان بمبادرة من الهيئة العالمية للعلماء والباحثين وبحضور متخصصين لأجل تسليط الضوء على الدور الهام الذي من شأن الأغذية أن تلعبه كعلاج فعال للعديد من الأمراض في العصر الحديث. في العصر الحديث كل المنتجات والأدوية الكيماوية كلها لها أثار سلبية، مش عايزة كلام، وفيها لها أثار جانبية، وربما يكون الأغذية العلاجية هي العلاج الوحيد. كمان في نقطة مهمة جدا لأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، أطفال التوحد، لازم بنعمل لهم حمية غذائية، لأن اكتشف حديثا أن منتجات القمح ومنتجات الألبان كلها اللي بتحتوي على الكازين ضارة جدا، يعني هي بمثابة هروين لأطفال التوحد. تنظيم الهيئة العالمية للعلماء والباحثين بتطوان لهذا اللقاء حول الغداء ودوره العلاجي في زمننا الحالي يأتي بهدف توعية الشباب حول خطورة الأغذية غير الصحية والإكثار من الوجبات السريعة عبر عرض تجارب من الواقع تثبت أهمية الأغذية الصحية وتأثيرها الإيجابي على صحة الجسم. الاهميه ديال هذا اللقاء كتاتي طبعا في واحد الوقت اللي كنشاهدوا حنا كشباب الرواج والاندفاعيه حول المجموعه ديال الاكلات السريعه اللي كتخلف مجموعه من الامراض في صفوف الشباب، وبالتالي ما كنحاولوش نواكبوا او نحافظوا او نخلقوا واحد البرنامج غذائي طبيعي. قد يكون في كثير من الأحيان ما نصاب به من أمراض مرتبط بما نتناوله من أغذية غير صحية، وهو ما يلتئم لأجله هؤلاء العلماء والباحثين بغاية تحسيس الشباب بشأن الاهتمام بالغداء كعلاج وقائي في مواجهة العديد من المشاكل الصحية. وللحديث عن هذا الموضوع معنا مباشرة من تطوان السيدة محجوبة العوينة رئيسة الهيئة العالمية للعلماء والباحثين بتطوان. سيدتي مرحبا. الحديث عن موضوع الأغذية العلاجية في العصر الحديث يضطلع بأهمية كبرى، فهل لك أن تقربين أكثر من إهداف اختياركم لهذا الموضوع؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا وسهلا بكم. شكرا على هذا السؤال. هو الهدف الأول هو أولا توجيه الشباب، خصوصا نستهدف الشباب الذين يتناولون الوجبات السريعة، وكذلك أهميته كذلك تكمن في المحافظة على صحة المواطن، كذلك إبراز أهمية التغذية الصحية والتغذية العلاجية في الوقاية من الأمراض الخطيرة والأمراض الهضمية التي تصيب المواطن المغربي على الخصوص والعالم. يعني هذه المشكلة كبيرة جدا، وهي مشكلة الأمراض الخطيرة التي تصيب الجهاز الهضمي انطلاقا من الوجبات السريعة. كذلك توجيه اهتمام البعض إلى أهمية الصحة التغذية العلاجية في محاربة الأمراض الخطيرة. طيب، ما هي أهم المحاور التي تم التركيز عليها ضمن برنامج هذا اللقاء الذي استهدف فئة الشباب فيما يخص الدور العلاجي للأغذية؟ الدكتور عرفات شرف الدين أتى ببراءة اختراع حول مسألة شرك اللبن أو الحليب كما نقول نحن في المغاربة، الحليب مع تخت زيت الزيتون، فوصل إلى نتيجة مفادها أن هذا الأغذية هذه أغذية علاجية تساعد تحاول تصل إلى يعني محاربة العديد من الأمراض. أول شيء الاكتئاب، وكذلك شيء مرض التوحد الذي تحدث عن مادة الكازيين التي تعتبر هروين لهذه الفئة من الناس الذين مصابون بطيف التوحد. ثم كذلك إصابة بعض، يعني تحدث كذلك عن أهمية هذا الغداء في معالجة الأمراض الخطيرة كالقولون والسكري وزيادة ارتفاع الكوليسترول في الدم إلى غير ذلك من الأمور. إذا حاول الدكتور البروفيسور عرفات شرف الدين تقريب وجهة نظره وبراءة اختراعه إلى المجتمع التطواني، وخصوصا فئة الشباب الذين يعانون من هذه المشاكل الصحية بسبب حبهم وحبهم للوجبات السريعة وعدم اهتمام بالوجبات الصحية التي تحتوي على مواد غذائية مهمة جدا لصحتهم. وركز على ضرورة التغذية بأغذية علاجية تهتم بالجانب الصحي الموجود فيها، كثرة مثلا البروتينات، الدهنيات، الفيتامينات، الأملاح المعدنية، الكربوهيدرات، ولكن بنسب متفاوتة. وحدد لنا في جداول حدد لنا كم، يعني هذا اللبن الذي اخترعه موجود فيه تخت الزيتون كم فيه من نسبة، فوصل بنا إلى أن يكثر من نسبة الكريات البيضاء والكريات الحمراء، وكذلك يكثر كذلك من الأوموغلوبين إلى غير ذلك من الأمور التي تساعد الجسم على اكتساب صحة جيدة. سيدة محجوبة العوينة، رئيسة الهيئة العالمية للعلماء والباحثين بتطوان، شكرا، كنت معنا مباشرة من تطوان. عرفت مدينة أسخرات تنظيم حملة للتبرع بالدم بمبادرة من جمعية المجتمع المدني. تنظيم هذه المبادرة الإنسانية يندرج في إطار الجهود المبذولة لسد الخصاص في هذه المادة الحيوية. عبير الملوكي وياسين مرافق. لم يتردد هؤلاء الأشخاص للمشاركة في هذه الحملة من أجل التبرع بالدم بمدينة السخيرات، قصد المساهمة في الجهود المبذولة للرفع من مخزون هذه المادة الحيوية. ثاني مرة كنجي نتبرع هنايا، كنتمنى من الناس كاملين يجي يتبرعوا، شحال من واحد كيحتاج الدم وما كيلقاش. شجعوا الناس بزاف باش يجوا يتبرعوا، باش بالنسبة للناس المرضى وبالنسبة للناس اللي كيديروا أكسيد وداك الشيء، باش الناس تلقى الدم موجود. هذه المبادرة التضامنية تأتي لسد الخصاص في أكياس الدم على صعيد الجهة وترسيخ ثقافة التبرع بهذه المادة الحيوية. حملة تضامنية للتبرع بالدم من أجل الوضعية اللي كيعرفها بلادنا، نقص في هذه المادة الحيوية، وكل شيء كيعرف أن البنك الدم عنده نقص وخصاص في هذه الفترة. كنتمنى من الجميع يقوموا بهذه البادرة. استهدف اليوم الساكنة ديال مدينة سخيرات اللي كنشكروها اللي حجات واحد، يعني من أجل التبرع بالدم، من أجل يعني كما كتعرفوا فنقطة الدم يعني محتاجينها إخواننا والأخوات ديالنا. لاحظنا مؤخرا أنه بزاف الناس في لي زوبيتو في هذا كيتشكاو من هذا الخصاص اللي كنعانيو منه،
ففكرنا وقلنا علاش لا ما نضمنوش مع جمعيات اللي هما قربنا هنا بمدينة الصخيرات وننظموا واحد الحملة، والحمد لله كاين إقبال الحمد لله. التبرع بالدم عمل إنساني يترجم روح التضامن والمواطنة ويساهم في إنقاذ أرواح العديد من المحتاجين لهذه المادة الحيوية. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلق بالغ إزاء التطورات الجارية في بوركينا فاسو، وأدان بشدة أي محاولة للاستيلاء على السلطة بقوة السلاح. ودعا السيد غوتيريش جميع الأطراف المعنية في بوركينا فاسو إلى الامتناع عن العنف والسعي إلى الحوار، كما أعرب عن دعمه الكامل للجهود الإقليمية من أجل العودة السريعة للنظام الدستوري في البلاد، مضيفا أن بوركينا فاسو تحتاج إلى السلام والاستقرار والوحدة لمحاربة الجماعات الإرهابية وشبكات الإجرامية العاملة في أجزاء من البلاد. على خلفية الأحداث التي تعيشها بوركينا فاسو، أحدثت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج خلية أزمة لتتبع الوضع في بوركينا فاسو، ووضعت أرقاما للطوارئ هي 0537-67-63-50 0537-67-63-53. كما أفاد بلاغ لسفارات المملكة المغربية بواغادوغو بأنها أحدثت خلية تتبع للوضع في بوركينا فاسو وتطمئن على أوضاع أفراد الجالية المغربية المقيمة في هذا البلد، داعية المواطنين إلى البقاء في منازلهم وتوخي الحذر الشديد. وأشار البلاغ إلى أن السفارة وضعت رقما للطوارئ رهن الإشارة عند الضرورة وهو 00226-64-180-80. دوليا، دائما لقي أزيد من 170 شخصا حتفهم مساء السبت في أندونيسيا عندما اجتاح آلاف المشجعين ملعبا لكرة القدم بعد مباراة ما تسبب بتدافع حسب ما أعلنت السلطات اليوم. ووقعت المأساة مساء أمس في مدينة مالانغ بشرق البلاد وأدت إلى جرح 180 شخصا، وأيضا واحد من أسوأ كوارث الملاعب الرياضية في العالم. ووصفت الشرطة المشاهد بأنها أعمال شغب وحاولت إقناع الجماهير بالعودة إلى المدرجات، وأطلقت الغاز المسيل للدموع بعد مقتل شرطيين اثنين، وسقط عدد كبير من القتلى دوسا بالأقدام في تدافع أو اختناق. في الولايات المتحدة الأمريكية، أضرار كبيرة يخلفها الإعصاران فيونا وإيان. أسفر الإعصار إيان عن مقتل 44 شخصا في فلوريدا بجنوب الولايات المتحدة وفقا لحصيلة جديدة أصدرتها السلطات مساء أمس. وكانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق أن حصيلة ضحايا الإعصار بلغت 25 قتيلا. وطنيا، في أحوال الطقس، زخات رعدية قوية ورياح قوية محليا اليوم تهم عددا من أقاليم المملكة حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية، التي أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المتوقع تسجيل زخات رعدية قوية مصحوبة بهبات رياح من 20 إلى 30 ملمتر بأقاليم تنغير، ورزازات، زاكورة، الحوزة الرشيدية، ميدلت، بني ملال وأظلال. مضيفة أن رياحا قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة يرتقب أن تهم أيضا غدا الأحد أقاليم فيجي، جرادا، ميدلت، وجدة أنقاد، توريرت وبولمن. اليوم العالمي بدون سيارات، مناسبة عالمية تصبح فيها الشوارع خالية من شتى المركبات تكريسا لثقافة الحفاظ على البيئة، مبادرة عاشها هذا الصباح شارع محمد الخامس بالرباط. أحد ساكن لا صوت يعلو فيه على صوت الطيور، ذلك هو الحال صباح اليوم في عديد من شوارع العاصمة. الحمد لله هذه الدورة هذه قدرنا أننا بفضل المجهودات ديال الجمعية وديال السلطات المحلية أننا الرباط دابا ما بين المدن العالمية اللي تتحتفل بيوم بدون سيارة. الهدف هو تحسيس المواطنين والمواطنات بالأهمية المحافظة على البيئة والدور الكبير اللي عندهم باش يمكن لهم أنهم ينقصوا من انبعاثات الغازات السامة. هو حدث سنوي يستفيق خلاله سكان المدينة على مشهد غير مألوف، كل المركبات غادرت فضاءهم ليوم واحد.
الهدف من هذا اليوم بدون سيارات هو التوعية والإحساس ديال الساكنة والمواطنين عامة باش ينقصوا من استعمال السيارات، خصوصا دابا كاين استعمال ديال وسائل النقل العمومي وكاين سيارات اللي صديقة للبيئة الإبريد أو الكهربائية. ويعد اليوم العالمي بدون سيارات واحدا من الآليات الأساسية للأمم المتحدة لتشجيع الوعي العالمي والعمل من أجل احترام البيئة. انطلق هذا الصباح بمختلف مناطق المملكة موسم القنص في إطار مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تحدد مناطق صيد الوحيش والأنواع المسموح باصطيادها من طرف القناصين. النموذج من منطقة أحلاف بإقليم بن سليمان في روبورتاج أمين هنوي ومحمد العروي. منذ أولى ساعة الصباح انطلق القناصون لصيد طرائدهم هنا في منطقة أحلاف بإقليم بن سليمان مع انطلاقة موسم القنص في إطار مجموعة من الإجراءات والتدابير، بالإضافة إلى الدور الذي تقوم به الجمعيات الرياضية في التحسيس والتوعية، حيث يقوم القناصون بصيد أعداد مختلفة من الطرائد مع الالتزام بأماكن محددة لممارسة هوايتهم. نصيد الحجل والأرنب، الشيء اللي كنصيدوه شويه يجي الحلوف عاوتاني ملي كتصب الشتاء. الحمد لله كاين رزق. وشنو تيعجبكم في هذه الهوايه ديالكم؟ هوايه كنعرقوا شويه كنديروا وكنضربوا حجله جوج ثلاثه الله يجعل البركه. تتميز هذه المنطقة بتواجد أنواع متعددة من الطرائد، يحرص أعضاء هذه الجمعية على تكاثرها سنويا لإنجاح موسم القنص. كنصيدوا القنص الحجل، دابا وقت ديال الحجل كنصيدوا الحجل دابا. كنبداو من نهار شهر 10 حنا نساليو حتى ان شاء الله الشهر اخر شهر 12. كنا كنتسناو خويا فريق الصبر، الحمد لله كل شيء داز مزيان، الافتتاح كان زوين، وتحيه لجميع الرومات المغاربه كلهم على الصعيد الوطني، وكنتمنى يدوز عام زين ان شاء الله والله يعطينا شي عام زين. يحرص الصيادون على الالتزام باخلاقيات القنص والمحافظه على البيئه عند ممارسه هذه الهوايه مع ضمان تكاثر الوحيش في ظروف مناسبه تضمن التوازن الطبيعي بهذه المنطقه. وينضم إلينا مباشرة السيد سعيد تدلاوي رئيس جمعية مونيا للقنص الرياضي. سيدي مرحبا، ما هي الإجراءات والتدابير التي تميز انطلاق موسم القنص لهذه السنة؟ أهلا وسهلا، كنشكر إذاعة الأولى على هذه الاستضافة. الإجراءات الأولى هذه السنة هي مميزة على السنة الفارطة، لأنه لأول مرة هاد السنة احنا كنتسيروا، كنا قبل في المندوبية السامية، واليوم كاينة وكالة وطنية اللي هي كتنظم هاد الإجراءات من حيث التشريع ومن حيث التنظيم القانوني والفعلي والرياضي. ولهذا هاد السنة هذه الحمد لله انطلاقة ديال الفيدرالية الوطنية اللي الحمد لله هي اللي كتنظم. كنشكر بالمناسبة الناس ديال وزارة ديال المياه والغابات والسادة الحراس ديالها الرسميين اللي كيساعدونا في التنظيم هاد التظاهرة الرياضية اللي هي مهمة، واليوم هو الافتتاح الوطني للقنص بالمغرب كله إن شاء الله. طيب نبغيو نعرفوا شنو هي أنواع الوحيش اللي كتميز بها منطقة أحلاف في إقليم بن سليمان والحصة ديال كل قناص. بالفعل كاين هذه منطقة الأحلاف تابعة لإقليم بن سليمان، احنا بالضبط احنا في تافرنت هذه المنطقة. هذه عندنا الوحيش اللي كاين عندنا الحجل وكاين الأرنب، ثم كاينه مناسبة أخرى غتجي من بعد ما نكملوا الشهر 12. هذا الشيء كنبداو في الخنزير، كنديروا لي باتو ديال الخنزير. والقناصة عندهم واحد التنظيم، هو عندهم كل واحد عنده في الصيادة ديال نهار الحد عنده 4 ديال الحجلات ورنب، وكنحاولوا باش نكملوا مع 12 جوج اللي كمل هو هذاك واللي ما كملش الأسبوع الآخر، حتى يمكننا نحافظوا على الوحيش للسنة المقبلة. طيب السيد سعيد تدلاوي، وتكاثر الوحيش هذه الطريقة باش كنحرصوا عليه. الفكرة واضحة السيد سعيد تدلاوي، شكرا. أذكر أنكم رئيس جمعية مونيا للقنص الرياضي. رياضيا دائما
في هذه الأثناء تدور مباراة المنتخب المغربي لمبتوري الأطراف ضد نظيره البرازيلي. المباراة هي الثانية عن المجموعة الرابعة. الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي للفريقين. جدير بالذكر أن منتخب البرازيل كان قد انهزم في لقائه الأول أمام إيران بهدف دون مقابل، فيما كانت العناصر الوطنية قد تفوقت على منتخب إيرلندا بستة أهداف نظيفة. بطل سباق السيارات المغربي مايكل بن يحيى يستعد للمشاركة في ألعاب سباق السيارات بمشاركة 80 دولة، وهي أرقى مسابقة ينظمها الاتحاد الدولي لسباق السيارات، والتي تجرى بفرنسا ما بين 26 و30 أكتوبر الحالي. البطل المغربي في سباق الفورمولا 1 وهو أحد السائقين بفريق ماكلارين العريق ينتظر دعم الشركاء والمؤسسات المغربية ليواصل تمثيل المغرب. تقرير خالد شخمان. سائق سيارة السباق البطل المغربي مايكل بن يحيى، السائق المغربي الوحيد المخول له قيادة سيارة سباق كهربائية في فئة الفورميلا، يرغب في مواصلة تمثيل المغرب وينتظر دعم المؤسسات والشركاء على بعد أيام من انطلاق سلسلة المسابقة العالمية لسباقات السيارات بفرنسا نهاية الشهر الجاري. السائق المغربي الشاب مايكل بن يحيى مثل المغرب في مسابقات عديدة وصولا إلى سباقة الفورميلا واحد، وحقق قبل ذلك نتائج غير مسبوقة في عدة جولات بمختلف سباقات السيارات بأمريكا وأوروبا. مايكل بن يحيى بإمكانيات ومواهب متعددة شارك في سلسلة سباقات جي تي 4 الأوروبية وصعد إلى منصة التتويج خلف مقود سيارة ماكلارين العريقة، كما يحمل لقب عدد من السباقات في الفورميلا بأنواعها، كما كان وصف بطل فرنسا للفورميلا 4 عام 2016 وغيرها من الإنجازات. مشاهدينا، نهاية أخبار الظهيرة، إلى التذكير بالعناوين. بتطوان لقاء علمي حول أهمية الأغذية العلاجية في العصر الحديث، هدفه نشر الوعي بأهمية الأغذية الصحية كعلاج فعال ومفيد للجسم وبدون أضرار. بمدينة سخيرات حملة للتبرع بالدم بمبادرة من جمعية المجتمع المدني، جهود حثيثة وعمل متواصل لسد الخصاص في هذه المادة الحيوية. بمختلف مناطق المملكة موسم القمص ينطلق اليوم في ظل مجموعة من الإجراءات والتدابير، والنموذج كان من منطقة أحلاف بإقليم بن سليمان. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.